بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة الثانية من محاضرات الإنزيم، أو خلينا نحكي المحاضرة الثالثة، نتحدث فيها عن الإنزيمز. نكمل في الميجرمنتس أند كالكوليشنز. حكينا في المحاضرة الماضية عن النيكلز مينتن إيكويجن، وإنها بتختص في ورجتنا المنحنى اللي بيمثل الكونسنتريشن مع السبستريت، الكونسنتريشن اوف سبستريت مع مين؟ مع الفيلوسيتي. وطلعنا علاقة رياضية وصفناها، وصفنا الكي ام، وصفنا القيمة الكلينيكال للكي ام، وحكينا على الكي كات. الآن في بدنا نكمل في هاي المحاضرة عن بعض الأمور كمان اللي بتختص في المعادلات. بدنا ناخذ شيء اسمه لين ويفر ايكويجن، بدنا ناخذ الفكرة الثانية اللي هو عن الانهبيترز، انزيم انهبيترز بشكل عام. الآن في عندنا مشكلة في معادلة الميكلز مينتن ايكويجن. معادلة كويسة ما شاء الله عليها، لكن في عندنا مشكلة. المشكلة إنه أنا مش عم بقدر أستفيد من هاي المعادلة، لأنه الرسمة جاي هايبربوليك، وأنا حتى أستفيد وأطلع مثلا الفي ماكس، أطلع من الرسمة قيم الفي ماكس، أطلع القيم الكي أم، أطلع الميل، أطلع، ما بقدر لأنه الرسمة هايبربوليك. فشو بضطر أسوي؟ إيش إجى عندك عالمين هسه رح نشوفهم، حولوا لي الشكل الهايبربوليك للينير، لينير حتى انا اقدر استفيد منه واطلع المعطيات. تمام. الكي ام تختلف من انزيم لانزيم، بناء على ايش؟ بناء على عده ظروف، بالبي اتش، في التمبريتشر، في الايونيك سترينث، في النيتشر اوف سبستريت. بناء على هاي الظروف تختلف الكي ام من انزيم للثاني. الكي ام هو عباره عن كونسنتريشن، تمام، سبستريت كونسنتريشن، لما الرياكشن بيوصل نصف السرعة القصوى في ماكس. الآن في عندك اللين ويفر ودين بارك، هدول العالمين اللي درسوا لي معادلة حتى يخلوا لي شكل لينير. فاللين ويفر بارك بلوت أو لين ويفر بارك إكويجن هي عبارة عن المعادلة المبسطة اللي دارسينها بناء على ميكلز مينتن إكويجن. هي نفس المعادلة لكن عملوا قلب، عملوا واحد على وقلبوا كل معادلة الميكلز مينتن ايكويجن، صارت واحد على الفيلوسيتي يساوي قلب البسط مع المقام وظبطوها، عملوها. هسه بنشوف المعادلة في السلايدات الجاي. فهيك شو صفت؟ طبعا احنا بنعرف من قبل انه الكي ام كل ما كانت اكثر كل ما كان الافينيتي اقل، والكي ام كل ما كانت اقل الافينيتي بتكون اعلى مع الانزيم. الرسمة تحولت لني لينير، بنلاحظ اللينير لينير. الآن هسه بنشوف المعادلة اللين ويفر بارك إكويجن، هي عبارة عن معادلة خطية، سواها معادلة خطية، فلذلك إجا يرسم الخط طلع معاه خطي. تمام. هذا الخط الآن أنا في عندي معايير، في عندي مقطع سيني اللي هو سالب واحد على كي أم، عندي مقطع صادي اللي هو واحد على في ماكس، عندي الميل تبع الخط اللي هو كي أم على في ماكس، عندي السينات بيمثل على واحد على أس كونسنتريشن، صادات واحد على في. فأنا من معرفتي لأي واحد بقدر من الرسمة أطلع الثاني. هاي هالمعادلة، واحد على في ماكس كي أم على في ماكس ضرب واحد على سبستريت كونسنتريشن واحد على في ماكس، صفى المعادلة لينيرايزيشن. الآن حولتها لمعادلة خطية، يعني هاي فعليا معادلة خطية، صاد يساوي ألف سين زائد باء. فبناء عليه حطيت معطياتي على الرسمة، انه مقطع السين كذا، مقطع الصاد كذا، الميل كذا، عينتهم. تمام. طيب هاي هي المعادلة لين ويفر بارك، بنسميها دبل ريسبوركال بلوت. تمام. هاو تو يوز ذس؟ مقطع سيني بنعرف ان طوله، مقطع صادي كذا شفناهم على الرسم، مقطع سيني سالب واحد على كي ام، الميل كي ام على في ماكس، مقطع الصادي واحد على في ماكس. هسا الكي كات، نرجع للكي كات، هو التيرن اوفر نمبر. شو يعني تيرن اوفر نمبر؟ هو عبارة عن الاماونت اللي بتعبر عن اكبر كمية سبستريت بتتحول لبرودكت من في وحدة زمن معينة من نفس الانزيم، من نفس البايندينج سايت، من نفس الاكتف سايت. نفس الاكتف سايت قديش قادر انه يحول لي كمية سبستريت لكمية برودكت؟ هذا هو الكي كات. الان الكي كات له وحدة، مول اوف سبستريت بتحول لبرودكت على مول اوف انزيمز لكل سكند. فبالتالي مول سبستريت ضرب مول انزيم سالب واحد في سكند سالب واحد. كل ما كانت الكي كات مرتفعة كان عندك الري اكتيفيتي، الميتابوليك اكتيفيتي، نشاط الانزيمي كان اسرع واحسن. هون بورجينا بعض الانزيمز والكي كات لهم، كل ما زادت الكي كات كل ما كان الكاتاليتيك اكتيفيتي كانت اعلى. طيب
الان بحكي لك شو اللي ممكن يحدد الماكسيمم فيلوسيتي. ممكن يحدد الماكسيمم فيلوسيتي كميه الانزيمات الموجوده والكيميكال ابيليتي اوف انزيمز، قديش الكاتاليتيك كونستانت عنده اذا عالي كثير معناها الانزيم سرعته كثير كبيره، وكميه الانزيمات اذا عندي وقفت عند حد معين من الانزيمات بطلت ازيد معناها خلص وقفت السرعه القصوى لهون. فالفي ماكس يساوي تركيز الانزيم في الكي كات. Only K cat tells us about the enzymes. بس اللي بيحكي لي عن وضع الانزيم وسرعته هيك هو الكي كات. الان الماكسيمم نمبر اوف سبستريت مولكيولز بير اكتف سايت بير سكند، هذا هو الكي كات، تيرن اوفر نمبر بنسميه. الان في بعض الانزيمات وحط لي الفانكشنز وحط لي التيرن اوفر اللي هو الكي كات وحط لي الكي ام مقارنات. وحدة الكي ام هو مول للسبستريت، في مول الانزيم سالب واحد في سكند سالب واحد. وحدة الكي ام هي كونسنتريشن، تمام؟ مول لكل لتر، او مول ضرب لتر سالب واحد، او ملي مول. الان هاي بعض الانزيمات وبعض الفانكشنز لازم نكون عارفينهم. الكاتاليز مثلا بيحول H2O2 الهيدروجين بيروكسيد ل H2OO2، الكربونيك انهايدريز بيعمل هايدريشن لل CO2، الاسيتيل كولين استريز اللي هو ريجنريشن اوف اسيتيل كولين، كيموتريبسين اللي هو بروتيوليتيك انزيمز واللايسوزايم هو اللي بيحطم او بيعمل هيدروليسز لبكتيريا السيل وول في البوليسكرايد. انزيم انهبيشن الفكرة الثانية في المحاضرة. واي ستادي انهبيشن؟ هيك حبا حبا في البايو كم. ليش بندرس احنا انهبيشن؟ ندرسها كالتالي حتى نفهم الكاينتكس للانزيم، نفهم البروبريز، لان طالما الانزيم شغال ما بنقدر ندرس تفاصيله بهدوء. فانا بعطيه انهبيشن حتى اهديه اعرف الكاينتكس والبروبريز له. ثاني شغلة انه معظم اصلا الدراجز فكرتها انه ايش، انه هي انهبيترز، بتسكر المرض، بتسكر الانزيم، بتسكر الانزيم اللي بيحفز المرض، تمام. The concept of inhibition. الان وظيفة الانزيم بشكل عام biologic catalyst. biologic catalyst بحفز الانزيم بدون ما يتم استهلاكه اثناء التفاعل. الفقرة الثانية بتحكي لك قدرة الانزيم انه يحفز التفاعل، تمام، من خلال تغيير البايندينج سايت، يا اما بيرتبط في الاكتف سايت مباشره يا اما بيرتبط في الديستانت فروم ذا اكتف سايت بعيد. هاي رسمه كيرف بتوضح ثلاث حالات. اول حاله اذا كان عندك سبستريت مع انزيم تفاعل فيه انزيم، كيف التفاعل راح يصير؟ الكي ام قليله، تفاعل بوصل للماكس بشكل اسرع اللي هو في ماكس على 2، التفاعل اسرع احسن. الان التفاعل بدون انزيم وبدون انهبيشن اللي في اللون الكحلي. الان الكي ام اكيد راح تكون اكثر لانه راح احتاج سبستريت اكثر حتى اوصل لنصف السرعه القصوى. الان التفاعل مع الانهبيشن قاعد بقل، الكي ام كثير قليله، تمام، او كثير كثير عفوا تاخرت كثير. طلع وين هون تاخرت كثير حتى وصلت. هسه ليش في عندنا انهبيترز اكثر من اكسلريترز للانزيم؟ الان في الطبيعه، في الطبيعه في عندك بتكون مواد بتعمل على تحفيز، بتعمل فاسيليتورز في الانزيمز، بتعمل على تحفيز الانزيمات. هسه الانزيم تعمل نوع من التكيف، نوع من التماشي مع هاي المحفزات، ومع مرور السنين خلينا نحكي بلايين من السنين الانزيمات بتصير فيها خاصية التسريع من ذات نفسها. فالانزيم نفسه اكتف، فالانزيم نفسه محفز، فالانزيم اصله هو مسرع حاله من حاله، مش بحاجة اكسلريتورز، تمام، مو بحاجة اكسلريتورز، لأنه مع الطبيعة مع ملايين السنين مع بلايين السنين الإنزيم دخل في تركيبه التسريع، تمام. فأما بالنسبة للتثبيط في عندك الإنزيمات بتتفوق في شغلة معينة، بتكون أوبتيمال بشغلة معينة، وفي بعض الشغلات بيكون إلها مش شاطرة فيهم كثير أو ما بتكون وظيفة الإنزيم 100% فيهم. فسهل إنه نعمل إنهبيترز يعني ببساطة. فانا حتى اعمل اكتيفيترز لانزيم تشالنج تو فايند ويز تو ميك انزيم بيتر ات ذير جوب. تايبس اوف ريفرسبل انهبيشن. الان عندي الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف، تمام. هذول الكومبيتيتيف عباره عن انهبيتر برتبط بصير ينافس وبرتبط محل الاجونست او محل سبستريت، بيجي خلاص مهما كان تركيز الانهبيتورز لازم يشغل المقاعد الانزيمات بدل السبستريت. الان له علاج؟ نعم له علاج. ايش؟ ازيد من تركيز السبستريت، بزيح
ازيد من تركيز السيرفسات، بزيح الانهبيتورز وباخذ محلهم وبتعالج القصه. بصير في عندي تاثير بسيط اللي هو بتاخر الكي ام. النون كومبيتيتيف هو انهبيتور بيرتبط في محل ثاني غير الاكتيف سايت من الانزيم، بيعمل على تاخير مين؟ بيعمل على تاخير الفي ماكس. الفي ماكس بتقل، الكي ام بتضل زي ما هي. الان كومبيتيتيف بيرتبط مع مركب الانزيم سبستريت، بستنى الانزيم سبستريت حتى يتلاقوا مع بعض وبروح بيرتبط فيهم، تمام؟ بروح بيرتبط فيهم، بأثر عليهم، بيعمل تأثيرين، بخفض الفي ماكس لأنه قلل عدد الانزيمات الفعالة، ثاني شغلة بيعلي الافينيتي ما بين السبستريت وما بين الانزيم، يبطل يخليه يفلت، تمام؟ فبيعلي الافينيتي فبتقل الكي ام، فبتقل الكي ام بتقل الفي ماكس. الميكس بدنا نستخدم الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف. الكومبتيتيف باختصار شديد انه يجي عندي الانهبيتور محل مين؟ سبستريت، محل السبستريت. الان بقدر اعالجه واعمل اوت كومبيتس انه اتغلب عليها من خلال زياده الكونسنتريشن، وبالتالي ما بتاثر علي. والشيء اللي بياثر الكومبتيتيف انهبيشن انه الكي ام بتزيد. مثلا هاي عند الرسمة مرجيك مثال انه كيف النورمال بتيجي وكيف الكومبتيتيف انهبيتر بأقل التراكيز بتيجي بتشغل المحل. كاينتكس اوف كومبتيشن، الاشي اللي بدي اياه بس من هاي سلايدة انه في الكومبتيتيف انهبيتر الفي ماكس بتضل زي ما هي بينما بتزيد الكي ام. بس 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 الان معطينا مثال. هذا المثال بيحكي عن مين؟ بيحكي عن انزيم اسمه داي هيدروفوليت ريديوكيز. داي هيدروفوليت ريديوكيز في عندي كومبيتيتيف انهبيتر اسمه ميثوتريكسيت ترتبط في الداي هيدروفوليت ريديوكيز. حلو حلو. الان هذا شو بنستفيد منه؟ ليش الانهبيتر هيك؟ هو انتي كانسر دراج او انتي كانسر سبستنس. انهبيتور ترتبط في الداي هيدروفوليت ريديوكيز بتعمل وظيفتها، تمام؟ فالميثو تريكسيت هو ستراكشرال انالوج للتيترا هيدروفوليت ترتبط في الداي هيدروفوليت ريديوكيز. هذا الانزيم وهذا الانهبيتور تبعه، تمام؟ الها دور في ايش؟ في البايو سينثيسيس، في البيورينز والبايراميدينز. طيب it binds to dihydrofolate reductase L fold more tightly than the nature substrate inhibits nucleotide base synthesis treat cancers. تعمل على تثبيط النيوكليوتايد بيس سينثيسيس وبالتالي بتعالج الكانسرز، بينما لو خليت الريديكيز زي ما هو كان صنع لي البيورينز وبايراميدين. انزيم انهبيشن، الان الانزيم انهبيشن طلع كيف اختلفت. يعني انا لو بدي اجيب على الميكانز منتن اكويجن كيف الرسمه تبعتهم في الكومبيتيتيف، في الكومبيتيتيف انهبيتور ايش اللي بصير فعليا؟ انه الكي ام تتاخر بس، بينما خلينا نحكي الفي ماكس الكي ام تاخرت، تمام؟ زادت الكميه تبعتها. لما بتلاقي في عندي انهبيتور، لما بتلاقي في عندي انهبيتور بتتأثر في الموضوع. طيب increase عندي competitive inhibitor less effective as في does نص. طيب الفي ماكس ما تغيرت، الفي ماكس ما تغيرت، اللي تغير هو الكي ام انه زاد، بينما لو بدي اجيب اللين ويفر البلوت تبعهم كيف الرسمة راح تكون؟ هسه الكي ام قلت، تمام؟ لانه الكي ام شو صار فيها؟ زادت، عفوا مش قلت، زادت، لانه راح تشت كونسنتريشن اكثر حتى تتغلب عليها. كي ام زادت، المقطع السيني سالب واحد على كي ام، فانا اذا بدي احط الكي ام في المقام معناها قل الكسر، بما انه في سالب معناها زاد الكسر. فكي ام زادت سالب واحد على كي ام زاد، فهون بالسالب راح يزيد، راح ينزاح لليمين، والماكس واحد على في ماكس راح تضل زي ما هي، شايف؟ نفس المقطع الصادي، والميل طبعا راح يزيد.
الكومبتيتيف انهبيتور برضه نفس الرسمة بتعبر انه الكي ام راح تزيد من -1 على كي ام وفي ماكس زي ما. الان نتحدث عن مثال على الكومبتيتيف انهبيتور اللي هو عبارة عن اللوفاستاتين. اللوفاستاتين هو عبارة عن كومبتيتيف انهبيتور بيعمل انهبيشن لل اتش ام جي كو اي ريديوكيز. اتش ام جي كو اي ريديوكيز بيعملها بلوك، تمام؟ طيب ليش اللوفاستاتين عملت لها او قدرت تعمل بلوك لل اتش ام جي كو اي ريديوكيز؟ بسبب ال 3 هيدروكسي 3 ميثيل جلوتاريت، هاي الحلقة اللي باللون الزهري، هاي بتمثل اشي كثير مهم لهذا الانزيم. الان نتحدث عن نوع النون كومبتيتيف انهبيشن، بيعمل على تقليل من الفي ماكس وبيعمل على تقليل من الكي ام. كي ام لانه بيزيد الافينيتي ما بين الانزيم والسبستريت، ما بيخليها تروح، وبيقلل الفي ماكس لانه قلل عدد الانزيمات الفعالة. لو نشوف هذا المثال برضه نفس المبدأ، انه بيرتبط النون كومبتيتيف انهبيتور بيرتبط عندي مش بالاكتف سايت، لكن شو صار؟ ما خلى السبستريت يطلع من محله، زاد الافينيتي تبعه تو نوت كومبيت وذ اكتف سايت، وما بخليه يطلع، بقلل الكي ام بقلل الفي ماكس. الان لو شفنا الرسمة على ال ميكلز مينتن إكويجن، شفنا التمثيل تبع ال نون كومبتيتيف. الآن إيش اللي بصير في النون كومبتيتيف؟ عفوا أنا قلتها قبل شوي إنه بصير في تقليل في الكي إم، لا مو بتقليل في الكي إم، بس بصير في عندك في الفي ماكس، الفي ماكس بتقل، تمام؟ الكي إم بتضل ثابتة. فزي ما إحنا ملاحظين في الرسم الكي إم بتضل ثابتة، بينما شو بصير في الفيلوسيتي؟ الفي ماكس بتقل. تمام، اذا بدنا نشوفها في اللين ويفر بارك بلوت، الكي ام بتضل ثابته وبالتالي -1 على الكي ام بتضل ثابته، بينما الميل شو بصير فيه؟ الميل بيقل، وكمان عندي الفي ماكس بتقل. انزيم انهبيشن، اذا بدنا نحكي عن كومبتيتيف ونون كومبتيتيف حكينا عنها. الريفرسبل انهبيتور، تمام، اللي هي ان كومبتيتيف او ما حكينا عنها. الريفرسبل انهبيتورز هي السبستانس اللي ما بامكانها ترجع. الريفرسبل اللي كومبتيتيف نون كومبتيتيف وان كومبتيتيف. طيب هاي الكومبتيتيف مع النون كومبتيتيف، لو بدنا نقارنهم، الكومبتيتيف ثبت الفي ماكس وقلل الكي ام او زيد الكي ام، عفوا نون كومبتيتيف ثبت الكي ام وقلل الفي ماكس. لو بدي احكي عن الان كومبتيتيف انهبيشن، تمسك في الاي اس كومبلكس، تمام، بصير عندك اي اس اي كومبلكس مع الانهبيتور، يعني انزيم سبستريت انهبيتور كومبلكس، تمام، بيعمل على ايش؟ تقليل من الكي ام لانه بزيد الافينيتي، بيعمل على تقليل من الفي ماكس لانه بقلل عدد الانزيمات الفعاله. فبنلاحظ انه ايش بصير في عندي لما يقلل الكي ام، بيقلل عندي -1 على الكي ام، اذا بقلل الفي ماكس بقللها، وبالتالي الميل بضل ثابت طبعا لانه بصير في تغييره. هاي التمثيلات للثلاث رسمات، مراجعه ايش كل اشي بيثبت فيه. الان كيف ممكن انه نحسن من مستوى البايو افيلابيليتي ونقلل التوكسيسيتي؟ انه نزيد السوليبيليتي، كل ما زادت السوليبيليتي كان الامور اخف، تمام. دائما احنا بنطلع على الفات ستورج والفات سبستانسز لانها انسوليبل كومباوندز في الووتر، فاحنا دائما نفضل نزيد السوليبيليتي، تمام. كل ما كانت السوليبيليتي اعلى، كل ما كانت الترافل في البلود ستريم احسن، كل ما تخلصنا منها بشكل اسرع. لو بدنا نحكي عن الريفرسبل انهبيتور، بنحكي عن البنسلين والاسبرين. البنسلين بيهاجم التيترابيبتايديز، الترانسبيبتايديز عفوا، بيعمل على بمنع من تصنيع البكتيريا سيل وولز، وبالتالي بموت البكتيريا. الاسبرين بيهاجم مين؟ بيهاجم السايكلو اوكسجينيز، وبالتالي بيقلل من تصنيع الانفلامنتري سيجنالز. مثال على الريفرسبل انهبيتور، سايندنز، بنسلين، هيفي ميتالز، نيرف جازز. نيرف جازز هيفي ميتالز وبنسلين وسيانيدز. الان نطلع هذا البنسلين بروح على الجلايكوبيبتايد ترانسبيبتيديز، بيرتبط في سايد تشين من عندها من اي ريزيدوز، وبيحل محلها، وبالتالي بيمنعها من انه تكون السيل وول تبع البكتيريا. اخر عنوان اللي هو كيموتريبسين انهبيشن،
الان كيموتريبسين هو عباره عن بروتوليتيك انزيمز، تمام، بيعمل على تحليل البروتين. في الانهبيترز له اللي هو داي بي اف، اللي هو داي ايزو بروبيل فوسفو فلورو ديت، هذا عباره عن ان اكتيفيت لهذا الانزيم وبكون irreversible. الان انا في عندي كثير من الريزيدوز الموجوده في داخل الكيموتريبسين، وفي عندي حوالي 28 من السيرين، تمام، لكن تحديدا السيرين 195 هو اللي بيصير له تعديل، ولما يصير له كيميكال موديفيكيشن كل الانزيم بتعطل. تخيل قديش في كميه ريزيدوز، قديش في عندك كميه سيرين اصلا، لكن سيرين 195 اللي صار له موديفيكيشن الكيموتريبسين بتعطل، فهو شغله متاثر في السيرين 195. زي ما بنلاحظ هاي السيرين 195 اجى داي بي اف على السيرين 195 اثر عليه، هيك بيعطل من انزيم الكيموتريبسين. هيك المحاضرة خلصت، الله يعطيكم العافية.